مساء الخير عليكم متابعينا مشاهدين قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا وسهلا بكم ويانا بحلقة جديدة من برنامج كلام آخر. ضيفنا لهذا اليوم هو شاعر إلى باع طويل بمجال الشعر ومزج بين موهبته ودراسته، فصقل موهبة الشعر بدراسة اللغة العربية وعروض الشعر، وكذلك استطاع كتابة أنواع من الشعر وبتنوع القوافي وعموم الأوزان. لكن شلون بدأ ومنه تأثر بالشعراء والأحداث أيضا، وأهم محطاته الشعرية اللي ما غاب عنها الحزن؟ أكيد رح نتعرف على ضيفنا لهذا اليوم، لكن حنتعرف عنه باختصار عبر هذا الروبرتاج. من مواليد مدينة تكريت عام 1978، كتب الشعر متأثرا بجراح العراق، فنثر أعذب الأبيات. سار على خطى الشاعر محمد هادي السريع، ورافق من الشعراء أحمد صباح وعمر الرياض، حتى انبثق بقصيدة جيت أذكرك. قد ما هويتك مسامحك، قد ما بعتني إقبال شامت واشتريتك، السوالف حارة بقلبي جمر، أنا من نمشي بغيابك بيه تلقى جون قبر. السوالف حارة بقلبي جمر، أنا من نمشي بغيابك بيه تلقى جون قبر، تلقى عشاق علمك سنين قعدت تنتظر، وقلبت صفنات بعدك حتى رهب لك عذر. واني أول بشر ما أخذ مية بدروس الوفاء. فرض نفسه على باحة الشعر، فسطع اسمه واشتهرت قصائده، ليصبح عضوا بالهيئة الإدارية لتجمع شعراء وكتاب الأدب الشعبي بمحافظة صلاح الدين. استضافته أكبر المهرجانات بعموم محافظات العراق وأبرز القنوات المحلية. تأثر بفقدان ولده ورحيل الشاعرين محمد العزاوي وهشام السامرائي، فوشحت قصائده بالشجن، وما زال ماض بخطى الإبداع محترفا عذوبة الأوزان والقوافي. أثير المهداوي شاعر لمع سفره. ورجعنا وياكم أحبتي المشاهدين بعد ما شفنا هذا الريبورتاج عن ضيفنا لهذا اليوم. طبعا هو جزء من فيض إبداعاته بمسيرته الشعرية. أكيد نرحب وياكم بضيفنا لهذا اليوم شاعرنا المبدع الأستاذ أثير المهداوي. أهلا وسهلا ونورتنا ببرنامجنا كلام آخر. أهلا وسهلا بيك ست رندا، وشكرا للدعوة، وشكرا لقناة صلاح الدين، شكرا على ترحيبكم مرة ثانية. الله يخليك يا رب. أستاذ أثير، بداية من خلال الريبورتاج وشفنا بداية الحلقة أنه تأثير اللغة العربية على الشعر، وأيضا عرفنا أنه الشعر يعني سبق التخصص بالنسبة لحضرتك، لكن نريد التأثيرات اللي أنعشت مسيرتك الشعرية. طبعا بالبداية الشعر هو موهبة تنمى بالثقافة بالاطلاع، بعدين أنت من يكون تخصصك لغة عربية أو أي اختصاص، وبعيداً عن الشعر، لأن الشعر الشعبي اللي إحنا نطرحه حالياً هو بعيد عن اللغة العربية، بس تبقى الثقافات اللي مختلفة واطلاعك على مناهج وقصص وروايات، هذا الشيء راح يطور من قصيدتك اللي تطرحها، وهذا الشيء اللي راح يخلي لك فد لون أو أثر كتاباتك بين الفصيح والشعبي. هذا التخصص يساعدك هواي حتى وإن كان غير اللغة العربية، تقدر تبدع بمجالك. نعم، احنا نعرف انه العصفورة قالت لنا انه اكو صداقات مقربة للعديد من الشعراء من حضرتك، هل هي يعني تقارب بالنفس الشعري ام هي مجرد مصادفة للصداقة، صداقة الصبا والشباب؟ طبعا هي الصداقات هواي، مو ما تنحصر يعني على الشباب فقط. أقرب الشعراء المقربين علي هم أعضاء تجمع شعراء وكتاب الأدب الشعبي، اللي أنا أمثل أحد أعضاء الهيئة الإدارية بالتجمع،
والقريبين منهم رئيس التجمع عمر الرياض تحياتي له، والدكتور محمد هادي السريع هذا أخويا وصديقي، يعني مو بس شعر، هو هماتين دكتور لغة عربية وأستاذ بجامعة سامرة، والصديق القريب أحمد صباح. نعم. وأستاذ يعني هذا أعتبره عراب، هو خارج محافظتي، هو من محافظة بابل. نعم. هذا الإنسان يكتب كتابات بلون مختلف، لون ما مطروق، عالي بالبلاغة بالمنطق بإحساسه. تحياتي للأستاذ السلام الزاملي من بابل، تحياتي له. أكيد كل التحية لهم، كل اللي ذكرتهم عبر برنامجنا برنامج كلام آخر. زي منو أكثر الشعراء اللي تأثرت بيهم ببداية مسيرتك الشعرية؟ الحقيقة هي سامرة مليئة بالمبدعين. نعم. بس تبقى مدارس للشعر الشعبي، لازم ترجع تقرأ وتستفاد وتطلع على كتاباتهم، مثل الكبير عريان السيد خلف، كاظم إسماعيل قاطع، وهواي من الشعراء، يعني جبار رشيد تحياتنا له، وكو شعراء شباب تستفاد من خبرتهم بهذا المجال وباعهم الطويل، أثير التميمي، رائد أبو فتيان، نعم، علي المنصوري من الجيل الشاب اللي حاليا كتاباته يعني كلش ناضجة ووعي، يعني جماعة بابل، صباح الطايح، حسام الخفاجي، حسام الحمزاوي، يعني حسين العجيلي، كلهم رغم شبابيتهم وكتابتهم بس تستفاد من اختلاطك واحتكاكك بهيج خبرات كبيره بالشعر. نعم، احنا يعني بعدنا دا نتناقش ببدايه مسيرتك الشعريه، فحابين نعرف القصائد اللي بالبدايه كتبتها، هل احد اشرف عليها من الشعراء من النقاد؟ اكيد، يعني ماكو شاعر يجي وهو كاتب اول قصيده، نعم، ما تخلو من ان يطلع عليها شاعر اقدم من عنده، حتى وإن كان أصغر عمراً بس أقدم من عنده بهذا المجال. نعم. والقصيدة طبعاً لازم تنطرح أمام شاعر أكثر منك خبرة أو إلى باع أطول منك، هذا فتشي يعني فتشي حلو يعني. صحيح. حتى تكتمل قصيدتك من يطلع عليها وينطيك ملاحظات، وأنا بالنسبة لي أخذ بكل الملاحظات، حتى وإن كان الشاعر اللي يبدي ملاحظته أقل مني عمراً شعرياً. نعم. بس أستفاد منه. أنه تبقى بالك ما تنساها. أي طبعاً. أكيد، نعم. زين، فهذا شيء يقوي من قصيدتي وما ينتقص من عدها. نعم. حتى وإن خضعت للنقد أو للتشريح أو غيره. نعم. فهذا شيء يقويها. يعني أغلب شان النقاد والشعراء الكبار يقولون الآن أنه بالنسبة للشعر هو غير ما متنوع، يعني بالنسبة للقوافي أكو قصائد غير مضبوطة بالأوزان. أكو قصيدة التفعيلة. نعم. قصيدة التفعيلة تختلف عن القصيدة العمودية، أنت تكتب على تفعيلة وحدة تمشي قصيدتك. نعم. والقصيدة العمودية أنت كاتب على بحر الوافر، بحر الهزج، تجليبه اللي هو نفسه، النصاري، العقيلي، البسيط، تقدر تختار لك بحر او وزن وتكتب عليه. صحيح. واما قصيده التفعيله تقتصر على تفعيله من الوزن، يعني تختصر تفعيلتين وتكمل عليها قصيدتك. نعم. الاختلاف بالقصيده المفتوحه هو اللي يشكل بعض الشيء يعني عند الشعراء. الشعراء خاصة بالفترة الحالية. ايه؟ نعم. طيب، بما أنه بعدنا بالبداية من المسيرة الشعرية لحضرتك، حابين نسمع شيء، يعني القصائد اللي بدأت بيها أو القريبة لقلبك أكثر؟ إن شاء الله. طبعا هي القصائد كلها قريبة. نعم. مهما تكون يعني قديمة وحديثة، تحس القصيدة من طالع من قلبك، هي مثل أطفالك الصغار، مثل أخوتك، يعني لازم تحافظ عليها، لازم تنقيها، تخاف عليها، تخدش حياة. فأسمعك من البدايات. تمام. بيا شوق، بيا شوق ولهفتي تنقط ونين، وحالتي ما حد عرفها شلونها، ظرفة تاهات وأنين وذكريات وعلبوات يظلوا يحسدونها، صبخة صارت دنيتي وجف الحنين، صبخة صارت دنيتي وجف الحنين، لين كانوا بس بعد يزقونها، هسا أنا بلا عشق معناها موت، شلون روحي مكدرة يخلونها، بها آهات وشغف ودمعاتي ليل،
وبيها فرقة وسافرت لضمونها ودورت عنك حلم ما حصليت، بس برد شوقك يطق سنونها، السهر والنوح والمار التصار، ومن يمر طاريك يهد لمتونها، السهر والنوح والمار التصار، ومن يمر طاريك يهد لمتونها. قبل كنت اضحك وسامرها السنين وعالشفايف بسمتي وزعونها، قبل كنت اضحك وسامرها السنين وعالشفايف بسمتي وزعونها. قامت الاجيال تقراني دروس ولوعت بكل مرحلة يدرسونها، ومن شفت روحك عجيبة بلا يشوق كل شرايح كلها أسود لونها، روحي أكلوا منها كم وجبة حنين ليش من شبعوا وشفوا ماعونها، وروحي لمتانيتك وتنطر تعود أطفال هجرك لسه دا يعذبونها، شمروا حجار حجار على راس الذكريات ونقطت بس الحنين عيونها ونقطت بس الحنين عيون. الله الله عاش هالإلقاء الحلو صوتك الجميل يعني هاي بداية أول شيء كتبته هاي بدايات يعني بدايات زين ليش هاي نبرة الحزن بالقصائد اللي دائما طابع الحزن اللي مسيطر على قصائدك؟ طبعا هو مرات هو هذا الحزن من الوضع العام اللي تعيشه أو ظرف تمر به، فهاي نبرة الحزن تلقاها عند كل واحد يعني مو بس عندي. نعم الأغلبية عندهم هاي النبرة. بما أنه ذكرت الوضع العام والظروف اللي دا نعيشها يعني أكيد من خلال قصائدك كان إلى الوطن أو للعراق شيء بقصائدك، فأكيد نحب نسمع أيضا. أكيد العراق هو الحصة الأكبر يعني من القصائد. نعم. يأخذ يعني على مر الأجيال يعني كل الشعارات أكثر ما تتغنى تتغنى بالعراق، فأقول شامخ وما دنقت راس الرياح، شامخ وما دنقت راس الرياح، وأنا مو ياهل يجي هز رايتي، أنا قايل قاع أحبنها على موت، يعني موت وما تطيح حكايتي، أنا ذاك العسواتر دم حار الطابع ببطني اتفق سبابتي، أنا ذاك العسواتر دم حار الطابع ببطني اتفق سبابتي، أنا بنها العزبت وقت الحصار وقالت تفضل يا بعد ولايتي، توني شبيت وعشق وجه الرصاص فش لقابلها على طول مرايتي، أنا عيني المعرضة تغفى على غيظ ولا عف الثارة ونسيت طلابتي، جامحلها شما كلت بي السنين شما غبوي بالشدد عصابتي، ما يحرك ساكن ما بي دراي التكبر على أخواني تصبح عازتي، أنا ذاك اللي ما تغير بي لون ولا أحطنيتي على هم وغايتي، هواي باعتني وكلت بي بقفاي وباكر تهلهل وراها جنازتي، ولو جرحي مفصل بقد العراق، ولو جرحي مفصل بكبر العراق، يشفى باكر حتى ذبع كاستي، يشفى باكر حتى ذبع كاستي. صح لسانك طبعا اكيد هذا جزء من ابداعاتك اللي نسمع اليوم من خلال حلقتنا. هاي القصيده قد اخذت وقت وياك من كتابتها؟ يعني مرات القصيدة تكتبها ساعة. نعم. مرات تكتبها بيوم بأسبوع، مرات تبقى شهر. أكثر مدة قد طولت وياك بعض القصائد؟ أكو يعني قصائد عندي لحد الآن ما مكتملة، يعني صار لها أشهر مثلاً كاتب منها أربع أبيات أو خمس أبيات ما مكتملة هيك. أذكر لك واحدة منهم تقول شلي بيهن، شي اللي بيهن هذن عيونك السود إذا ما تشوف روحك من خلالي، وإذا وجهك قمر بس قلبك الليل، القمر ما أغرني شكله وما حلالي، ولا تحسب نموت بروحتك هاي، ولا تحسب نموت بروحتك هاي، أشوفك ما أشوفك لا أبالي، أحب الروح ترفع ويعشق الناس، الشكل ما يصنع بنادم مثالي،
هاي واحدة من القصائد اللي ما كاملة، اللي بعدها ما كاملة. زين، قبل شوية تحدثت عن تجمع شبابي للشعراء، ممكن تحكي لنا بالتفصيل عنه؟ حابين نعرف بعض التفاصيل عن هذا التجمع. تجمع شعراء وكتاب الأدب الشعبي، احنا الفرع صلاح الدين برئاسة شاعر عمر رياض، المقر مالتنا بسامرة حاليا، اتصالنا بالمركز العام بالناصرية، تحياتي لأعضاء المركز العام بالناصرية ولأعضاء التجمع في سامراء. يعني احنا هذا المقر متخذي تجمع للشباب، نجهز به أماسينا مهرجاناتنا، نعم، وننطلق للفعاليات اللي نقدم. شنو الفعاليات اللي قدمتوها يعني هي بمختلف المحافظات العراقية؟ يعني اكو مهرجانات محلية، نعم، نشاركها بدعم يعني الشباب، دعم ذاتي. الشباب تقوم جمع تبرعات من جيوبهم الخاصة ونقيم لنا مهرجان أو أمسية ويمشي الموضوع. نعم. وحاليا احنا يمكن مسوين 4 مهرجانات إلى 5، واحد منهم كان تأبيني للشاعر الراحل محمد العزاوي، مهرجان سويناه وطني، وإن شاء الله عندنا مهرجان قريب للشهداء العراق إن شاء الله. أكيد راح نكمل ويا حضرتك بخصوص هاي التفاصيل وبالنسبة للدعم للشعراء بالعراق، لكن حنروح ويا حضرتك ويا مشاهدينا الكرام لهذا الفاصل، وأكيد راجعين وياكم ومكملين. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وأكيد نرجع نرحب بضيفنا لهذا اليوم الشاعر أثير المهداوي. أهلا بك مرة ثانية. الله يسلمك. شاعرنا المبدع. طبعا نرجع للحديث ويا حضرتك ونرجع لتفاصيل أكثر بحياتك الخاصة. طبعا الشعراء غالبا ما يكتبون عن الأم، يعني ما عرفوا ارتباط يعني بالأمومة، وأكيد حضرتك من غير ما نسألك أكيد كاتب شيء عن الأم، يعني فحابين نسمع من حضرتك. طبعا هي علاقة الشاعر بالأمومة، هي علاقة الروح بالجسد، نعم، يعني هالاثنين ما يفترقوا. يعني الأم فد شيء عظيم مقدس، يعني من باب بر الوالدين، من باب محبتها مكانتها. فاليوم أنا لا كتبت بلون مختلف، كتبت بلون وعلى لسان أم شهيد تخاطب ابنها. طبعا هو أكثر الناس اللي يتأذى بالفقد هي الأم أكثر من الأب، وهذا الشيء اللي واضح. فعلى لسان أم شهيد تقول: زرعتك والعيون الفاهية احتدت، زرعتك والعيون الفاهية احتدت، ومن أجلهم عمت من كثر ما حصدت، وسقيتك من قصص ما نشف فيها الماي، عكس ذيك الحلم بالكذب ما ندت، يا ابن هذا التراب اللي يفح منه الطيب، وبعينك زلم ما ترد له هدت، ما مدها على واحد نفس لون الطين، يا ابن ذاك التفكت على العدو مدت، عرفتك للوطن من شفت دمك حار، عرفتك للوطن من شفت دمك حار، ولا هفتت شرارة روحك وبردت، خذت روحك رصاصة ابن غير القاع، أحط روحي بدربها وروحك ردت، خذت روحك رصاصة ابن غير القاع، أحط روحي بدربها وروحك ردت، يا ماخذ كل نفس من أمك بلياك، يا ماخذ كل نفس
من نمك بلاياك تعب جابت عمرها وللنجف ودت وخذيت بروحتك لذة تنشد بيك يا وليدي السنين الباه تشتدت يا وليدي السنين الباه تشتدت. سلامتك. الله الله صح لسانك شعرنا يعني اكيد الله يكون بعون كل ام فقدت ابنها خاصه بظل هاي الاحداث الاخيره اللي اكيد هذا الشيء نعم. يعني يحزن كل العراقيين مو بس الام على هاي الاحداث اللي دا تصير ودا نشوفها ونتابعها نعم يعني نفس الجراح نفس المعاناه كل العراقيين نعم. طيب يعني الآن هو الشاعر دائما مثلا يكتب عن مثلا وفاة والدته أو لما تكون متمرضة لو هي علاقة مثلا ممكن نقول وفاء وبر للأم؟ لا قلت لك هي علاقة وفاء نعم. وأكثر الشعراء اللي يكتبون للأم الشاعر أثير التميمي من البصرة نعم تحياتي أكيد نوجه له تحية من برنامجنا. طيب حضرتك كان لك قصيدة عن بعد وفاة الشاعر محمد العزاوي وأيضا هشام السامرائي حضرتك يعني اللي كتبتها أستاذ هاشم السامرائي ومحمد العزاوي محمد العزاوي صديقي وقريني يعني من 97 نعم الله يرحمهم يعني محمد فاجعة السامرائية صدم بيها الشباب وفاته والكبير هاشم السامرائي الله يرحمهم اثنينهم ويسكنوا فسيح جناته بس ما حصلوا كتبت لهم اثنين وانا مقصر نعم. وفائي لهم يعني اكيد احنا ما نريد نقلب عليك المواجع ونسترجع وياك الذكريات هاي الصعبة بس يعني هي دائما من خلال قصائدك لاحظنا انه بيها طابع الحزن اكثر شيء وبالنسبة نروح شوية حكينا عن والدتك ونعرف يعني انه عندك يمكن قصيدة عن والدك احنا ما يخالف ده نقلب عليك المواجع و القصيدة يعني لابني لابنك أيه. نعم القصيدة لابني بعد معاناة 14 سنة ونص يعني هو كان مريض تضخم بالكبد الولادي إلى أن صار عمره 14 سنة ونص وانت تعرف مصيره ويتوفى بحضنك يعني مو شيء سهل على الأب أو على الأم الله يرحمه يا رب يرحم والديك فكانت قصيدتي تقول انهدم حيلي انهدم حيلي وغزاني الهم ثقيل وبانت جروحي اللي كنت ما أشوفها كبرتهن حيل يا وليدي بجفاك وأنا حاسب لك جروح تروفها بكل شي كان إش كبرة بس عمره القصير الظلمة تكشخ من ضواها يعوفها بكل شي كان إش كبرة بس عمره القصير الظلمة تكشخ من ضواها يعوفها قلت لي يا ابني شو يوجعك قل لأمه وين أرد أودعها بعد ما طوفها انت هاي دموعك اللي توجعني حيل الدمع لو بيدي اقص جفوفها يا ابني حتى الضحكه عافتني بجفاك يا لعفت حسره وتحز سيوفها خالي كاروكك يا بعد عيوني هاي المقبرة يا وليدي يقتل خوفها ذكرياتك عشعشت حتى بهواي من نشمها تميل بي رفوفها قمت أشوفك وين ما قالوا مريض وبالقصيدة اللي عذبتني حروفها سلامتك صح لسانك يعني الله يرحمه يا رب واحنا نعتذر جدا يعني رجعنا المواقف الحزينه شويه ذكرناك بها وقللنا يعني المواجع العراقي حاليا ما يخلو من وجع وحزن يعني هذا حال العراقيين حاليا نعم فاني ما اختلف عنهم انا هم عراقي نعم الله يخليك
يعني شوية نرجع نسولف عن أثير المهداوي، وشنو أبرز المواقف اللي يعني صنعت شخصيتك ووصلتك لهاي المرحلة اللي أنت وصلتها الآن؟ المواقف اللي خلتني أوصل لهاي المرحلة هو محبة الناس. نعم. أنت من تكون إنسان عندك ناس معجبة بكتاباتك أو ناس تحترمك الخاطر كتاباتك، فأنت لازم تبذل كل ما بجهود تعب حتى توصل الكلمة، توصل القصيدة اللي توصل للناس، اللي ما تجرح أحد. وهواي مواقف خلتني أوصل لهاي المرحلة اللي أنا بيها، وأحسد روحي لأن هالقد ناس تحبني وتراسلني ومتواصلة وياي. نعم الحمد لله. الحمد لله. طيب انت وين حابب توصل بالنسبه بالمراحل القادمه، وشنو مشاريعك المستقبليه؟ مشاريعي واحلامي بسيطه جدا، اخذ فتاه احبها، صار تقريبا هاي السنه الرابعه او الخامسه. للسنه الرابعه. نعم. وكان لها نصيب من كتاباتك؟ أكيد لها نصيب، أغلب القصائد لها ومقطوعة أقرالها قصيرة كلش، والعشق يحلالها قصيرة كلش، والعشق يحلالها وداخت الدنيا ويفرت شالها، شلت لها روح من العرق، شلت لها روح من العرق بس خاطر الدنالها، شلت لها روح من العرق بس خاطر الدنالها، وهنياله يا وجه الصبح يتوضى من خيالها، وللعلم ذبحتنا شكثر بلكت نمر ببالها، هنيالها. مقطوعة صغيرة، مقطوعة بسيطة. أكيد تحياتنا إلها. الله يخليك. وإن شاء الله يا رب يعني الكل أيام الجاية شوية إن شاء الله كلها فرح وسعادة بالنسبة لك، وبعيد عن الحزن إن شاء الله. وأكيد يعني إحنا نريد نسمع شيء نحاول من جو الحزن ونسمع شيء هيجي إيجابي أكثر. إيجابي إن شاء الله، نروح لجانب الفرح شوية والسعادة إن شاء الله. أقول لأحلامي، لأحلامي راسم أمل بلون الورد والندى، لأحلامي راسم أمل بلون الورد والندى، يتبلل من طرف لو يمر طار العشق، ما لعبن ويا القهر كان العشق مو لعب، ونرسم حلم نلتقي ونتحاضن ونفترق، ولو ركزت من صدق تلقى المحاضن بجي، تعزف لحن غيبتك مذبوح يمي الحجي، وشيب خلق صفنتي قد ما تنيتك ترد، واحساسي شايل خلق ما ينزف من التعب، رغم المسافة عمر ومشيتها بلا جدم، عميانة عين الدرب وتنثرت لك شغف، مشتاق لك ما تجي شوقك أحس يرتجف، رجفت غصن بالهوى حاشيته بس ما يرد، الشر لي قل انتظر وأنا انتظرت عمر، وفوق العمر هم عمر، وتمثال روحي صفت من عشرتك والبعد، وبروحي وبروحي كومت صور ملونة بضحكتك، وإحساس أحس محترق وأرجع وقلب الصور، ولقيت روحي بقفص مسجونة بمحبتك، تتنفسك كل وقت بإحساسي لما تمر، وردتك توقف سرة جروح الزغر والكبر، وترويهن بجيتك ما يرتون بالهجر، العشرة العشرة طعم الملح ما غزرت للأسف، ما رد بعد للعشق من عنده ماخذ حذر، من شفت جدم الوقت داسع لصدر الهوى، وحسيت كل شي انتهى دور اللعب واللهو، ومشتاق لك مشتاق لك مو كذي، مشتاق لك جون طفل لما يحل اللعب، وغنيت لك ما تجي غنوة بلحن من جرح، بعدك مقدس صفر زوارة تملك جرح، وشماتي اتهامي سوي هذا المضيع ولف، وردوا علي بضحك منهم ضحكت بضحك ومنهم ضحكت ببكي،
كل هذا ما عيست مشتاق لك بس تجي، كل هذا ما عيست مشتاق لك بس تجي. سلامتك. الله صح لسانك. شنو ظروف هاي القصيدة وش وقت كتبتها وشنو يعني مناسبة هاي القصيدة؟ القصيدة تقريبا صار سنة من كتبتها. مرات تبني أحلام بخيالك لشخص، فهذا الشخص مرات يعني المسافة أو الظروف يمنعك تشوفه وتتواصل وياه، فأنت تحبه يعني ظل متشوق له، فالاشتياق يعني سبب قاتل أكثر من السرطان. نعم الاشتياق هذا تعبيرك للاشتياق. نعم فالاشتياق يخليك تكتب كل شيء بداخلك، ينزل دمعتك كي طفل، ما يغرك يعني الشيء وكذا، بس ينزل دمعة أكبر واحد الاشتياق. زين هذا الاشتياق اللي إذا تحكي عنه ممكن يعني شنو الفرق بينه إذا كان شخص حي وإذا شخص متوفي، شنو الأقوى بالنسبة لك؟ يعني الحي. هذا الوصف الحي للحي أقوى؟ أقوى، مع أنه البعض يوصفون أنه المتوفي هو يكون أقوى، لأنه ممكن الحي ممكن هذا تشوفه هذا متوفي. نعم. يعني هذا متوفي أنت راضي بقضاء الله وقدره، هذا الشيء واجب على كل إنسان. نعم بس هذا إنسان حي يمتلك إحساسك، يمتلك مشاعرك. نعم. روحك، كل شيء، كل شيء منتزع منك، مجرد تمشي جثة بلا شعور بلا مشاعر بلا كل شيء. من تشتاق له شكو خنق بروحك، شكو حسرة، كلهن يطلع ينجمع عليك. نعم يقتلنك مرات الشوق يقتل. نعم زين هاي لمن هديتها هاي القصيدة؟ هي تعرف صاحبتها، صاحبتها تعرفها. تمام ان شاء الله تكون دا تشوف حلقتنا. اكيد الله. يعني احنا مع الاسف وصلنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم نحب نسمع فتشي قبل الخاتمة من حضرتك. مشتاق اشوفك صدق، شفقة اصابع تضم 5 على 5 وتسد، وقبالي تقعد صنم، واتمعنك للسكر لما علي تصد، واخفى على صوتك سنة، لا يمكن اكثر اظل كل ساعة اقول لك اعد. سلامتك. الله عليك. الله طبعا خليك. جدا استمتعت وياك اليوم، شاعرنا المبدع، واتمنيت ان الوقت ما يخلص، لكن مع الاسف الوقت داهمنا، وصلنا للدقائق الأخيرة من حلقتنا. شكرا جزيلا لك، ونورتنا اليوم ببرنامجنا كلام آخر. شكرا لبرنامجكم، وشكرا لاستقبالكم وضيافتكم، تحياتي لكم. كل التحية لك، وشكرا جزيلا نورتنا. وأكيد أحبتي المشاهدين انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا المبدع الشاعر أثير المهداوي، جدا استمتعنا وياه ويا قصائده، لكن أكيد لكل حلقة نهاية، وصلنا لنهاية حلقتنا وياكم. انتظرونا بحلقة أخرى من برنامج كلام آخر، وإلى اللقاء.
city that actively dislikes them.